استاذ سالم، اهلا وسهلا فيك. مساء الخير استاذ عماد، لحضرتك ولكل المشاهدين، وتعازينا لاهلنا في بيروت. العدو الاسرائيلي يثبت في هذه المجزره مره من جديد ان بيروت هي العدو الاساس لهذا العقل الصهيوني التلمودي. نعم بيروت اليوم هي المستهدفه، نعم اهل بيروت هم المستهدفون، نعم الناس الطيبين في بيروت هم المستهدفون قبل اي احد اخر. هون أستاذ سالم، يعني إذا بدنا نقرأ بأبعاد هذا الاستهداف، يعني في أي سياق تضعه بعد الضربات التي يعني تلقاها العدو الإسرائيلي في الأيام والساعات الأخيرة من قبل المقاومة، سواء على مستوى المواجهات البرية أو على مستوى القصف الصاروخي الذي يصيب عمق الكيان، وسط هذا المناخ أتى اليوم هذا العدوان المزدوج على بيروت، في أي سياق تضعه؟ في مسارين لابد من متابعته الأستاذ عماد، المسار الأول العمليات البرية، والمسار الثاني إطلاق الصواريخ التي توسعت رقعتها لتصل إلى حيفا وجوار حيفا. وعليه أعتقد في التحليل لا أحد يمتلك المعلومة ولا أحد يسكن في عقل العدو الإسرائيلي، لكن أعتقد في التحليل أن العدو الإسرائيلي كلما أوجعته المقاومة في البر، كلما أوجعته الصواريخ باستهداف مسافات أبعد داخل العمق الإسرائيلي، كلما ذهب إلى أهداف أكثر إيلاما للناس وذهب إلى مجازر. وما حصل في بيروت اليوم ليس عملية دقيقة كما يصفها الإعلام العبري، لا هي مجزرة. وأنا وصلني بعض الرسائل لبعض العائلات المدنية الصافية الموجودة الآن تحت الأنقاض، يعني حتى أرقام عدد الشهداء والجرحى أعتقد سيزيد في الساعات المقبلة، لأن هناك عائلات تحت الأنقاض. نعم باختصار، كلما أوجعت المقاومة العدو الإسرائيلي سواء في المواجهات البرية، وشاهدنا على قناة المنار منذ قليل أحد الفيديوهات لعبوات انفجرت أثناء تواجد القوات الإسرائيلية، كلما وصلت الصواريخ المقاومة أبعد، كلما ذهب العدو الإسرائيلي إلى استخدام الشيء الوحيد الذي يتفوق به وهو سلاح الجو والمجازر. نعم، ولكن كمان يعني بهذا السياق استاذ سالم، ما هي دلالات امعان العدو في خرق حصانه بيروت بين مزوجين اذا جاز هذا التعبير؟ يعني كان في جو هيك يشاع بانه بيروت لها وضع خاص وانه هي محيده الى حد ما يعني عن العدوان الاسرائيلي، ولكن عم نلاحظ انه منسوب الاستهداف للعاصمه يرتفع شيئا فشيئا الى ان وصلنا اليوم الى هذه المجزره. فهل تشعر بأنه يعني هناك هيك حصانة تتراجع للعاصمة؟ كل الخطوط الحمر التي رسمناها ربما جميعا في اللاوعي الجماعي هي خطوط وهمية، ويثبت العدو الإسرائيلي في اعتداءاته سواء على جبل لبنان، وهلأ فينا نعمل جردة سريعة من الجية للقمطية لجون للوردانية لا كسروان لمعيصرة وانت وماشي، يثبت هذا العدو الإسرائيلي أنها خطوط وهمية وآلة القتل الإسرائيلية لا حدود لها. وللإشارة للمشاهدين، ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها العاصمة بيروت، سبق واستهدف منطقة الكولا، وسبق واستهدف أيضا منطقة مجاورة لنويري وفتح الله، سكنة فتح الله، وعليه هذه المرة الرابعة التي تعرض فيها العاصمة بيروت إلى اعتداءات. وأعتقد من باب التحليل أن كل بقعة جغرافية في لبنان اليوم مهددة، لأن العدو الإسرائيلي بطبيعته طبيعة عدوانية. نعم، والمفارقة أنه يعني هذا الاستهداف الإجرامي للعاصمة اليوم واللي أدى إلى مجزرة أتى بعد اتصال بين الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس وزراء العدو نتنياهو، ووفق ما تسرب عن هذا الاتصال أنه بايدن قال له لنتنياهو أنه عليه تحييد المدنيين في بيروت، فيبدو أنه يعني لا هذا الكلام هو يأتي في سياق النفاق الأمريكي اللي تعودنا عليه، في قاعدة ثابتة بينه وبين العدو الإسرائيلي والأمريكي، وهي كل ما سمعت الأمريكي عم بيقول أنه لا يريد استهداف المدنيين، اعلم أن المدنيون قد أصبحوا هدفا.
إذا بكرة بيقول الأمريكي وبيشدد وبيعيد أن المكان الفلاني أو البقعة الفلانية أو المرفق الفلاني نطلب من الإسرائيليين عدم استهدافه، هذه مقدمة أو إشارة لهذا الاستهداف. الأمريكي والإسرائيلي معا في هذه المعركة، لكن الأمريكي يحاول في الإعلام أن لا يتورط في هذه المسألة. لكن كن أكيد أستاذ هيمان، كن أكيد كل خطوة كبيرة سواء اغتيال سماحة سيد حسن نصر الله، استهداف العاصمة بيروت، التوغلات البرية التي لم تنجح حتى الساعة، جميعها بتغطية أمريكية، لأن ببساطة السلاح أمريكي، الأموال أمريكية، الغطاء في مجلس الأمن هو غطاء أمريكي. ويبدو أن الأمريكيون في هذه المرحلة عشية الانتخابات ذهبوا أبعد حتى من نتنياهو رغم كل الكلام الإيجابي. ودولة الرئيس نبيه بري عبر أعتقد لصحيفة الشرق الأوسط التصرف الأمريكي، ونعم عند لقاء دولة الرئيس نبيه بري بالسفيرة الأمريكية قال لها بوضوح أنكم تتحدثون عن وقف إطلاق النار، لكن في المقابل لن نرى ذلك. وعليه نعم الموقف الأمريكي موقف ازدواجي، التصريح شيء والفعل شيء آخر. هذا حتى ليس رأينا وحسب، هذا رأي صحف أمريكية نشرت عدة مقالات في هذا الإطار. ونعم للأسف يبدو علينا كلما قال بايدن بأنه دعا إسرائيل أن لا تستهدف المدنيين أن نجهز الصليب الأحمر، فمجزرة قادمة إلينا للأسف. نعم. طب هذا التماهي بين الأمريكي والإسرائيلي حول الأهداف في لبنان، ما هي حدوده؟ ما هو مضمونه؟ هذه المعركة بنبني سقوف، ومنذ بداية الصراع كان هناك مقولة أعتقد إنها للمناضل إنعام رعد يقول فيها إن الصراع مع إسرائيل هو صراع وجود وليس صراع حدود. وأذكرك أستاذ عماد والمشاهدين أن عشية الذكرى الأولى في 7 أكتوبر طوفان الأقصى دخل نتنياهو إلى مجلس الوزراء وبدل تسمية الحرب أو اسم الحرب، وأصبح اسمها يوم القيامة أو يوم البعث إذا كنت دقيقا في الترجمة. وهذا يعطي بعدا وجوديا لهذه المعركة. فنتنياهو في مجلس الوزراء عندما أطلق على العملية في سنتها الثانية اسم القيامة أو اسم البعث، هو يقول بشكل أو بآخر إن يهودية الدولة قد آن أوانها. يهودية الدولة بتعني طارد أهل غزة على مصر، وطارد أهل الضفة على الأردن، وطارد أهل الجليل إلى دويلة تنشأ في جنوب لبنان. وعليه نعم هذه المعركة معركة وجودية ليس بنظرنا، بل هذه المعركة معركة وجودية بالتعريف الذي وضعه مجلس الوزراء الإسرائيلي وعلى رأس نتنياهو لهذه الحرب، وأسماها حرب القيامة. وعليه لأنها حرب القيامة لا مفر من هذه المواجهة. ويخطئ من يقع في المستنقع الغربي الآن ويناقش 1701، لا 1559، لا يرجع حزب الله لورا، لا يقرب لقدام. حتى لو لبنان كله ومن ضمنه حزب الله خرجوا بموقف قالوا فيه نريد 1701 ونشر قوات طوارئ دولية وكل سيرة، كن أكيد أن الإسرائيلي لن يقف، فلقد وضع عنوانا واضحا لهذه الحرب وأسماها حرب القيامة. الأمر الوحيد القادر على إيقاف هذا الجنون الإسرائيلي هم أولئك المجاهدين الموجودون عند الثغور، إذ لم يستطع الإسرائيلي التوغل والاحتلال والتثبيت للنقاط. كل أفكاره عن القيامة والحرب الوجودية ستصبح كرماد اشتد فيه الريح في يوم عاصف، وسيعود الحديث عن القرارات الدولية والمجتمع الدولي. وبذكر حضرتك والمشاهدين أنه مش نحن معشر الصحفيين، اليونيفيل بذات نفسها عم بتقول أنها تعرضت لنيران مباشرة. وبقول لحضرتك أنه وزير الدفاع الإيطالي طلع قال
ما فعلته إسرائيل ليس مقبول، ورئيس الوزراء الإيرلندي قال هذا اعتداء على اليونيفيل. تخيل لا سمح الله لو أن الاعتداء جاء من الجانب اللبناني، سواء عبر الجيش اللبناني أو عبر المقاومة، كيف كانت لتكون ردة الفعل الدولية والأمريكية؟ نعم، باختصار نتنياهو أسمى هذه الحرب بحرب القيامة، وهو رفع خرائط الأمم المتحدة ولبنان ودول الجوار في تلك الخرائط، وواهم من يعتقد أن المسألة مسألة محدودة بنهر الليطانة ونهر الأول وكيلو متر وشمال المستوطنات. الوحيد القادر على هزم هذا المشروع وسيهزم هذا المشروع بإذن الله هم أولئك المجاهدين عند الثغور الثابتين في تلك الأرض. نعم أستاذ سالم، هذا ما يريده الإسرائيلي، ولكن ماذا يريد الأمريكي أيضا من هذه الحرب؟ أولا الأمريكي اليوم بيسموه بالمصطلح الدبلوماسي البطل عرجاء قبيل انتهاء ولاية الرئيس. وأضف إلى ذلك أن بايدن ليس مرشحا، وعليه هو اليوم أضعف رئيس في العالم، بل يكاد يكون يوازي محلل سياسي من حضرتنا وجر من الزملاء، وكل ما يقوله هو موقف شخصي ليس له آليات تنفيذية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية وجهين، وجه دبلوماسي تسمعه عم يحكي عن عدم استهداف المدنيين وتحييد المدنيين وأنهاء الحرب، ووجه آخر عسكري منخرط في هذه المعركة، وعشية توجيه إسرائيل ضربة لإيران حضر قائد المنطقة الوسطى علنا، ووزير الدفاع جالنت مع وزير الدفاع الأمريكي أوستن على تواصل شبه يومي، والأساطيل البحرية التي تراها في البحر المتوسط والبحر الأحمر بمعظمها أمريكية. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تقول بلسان الدبلوماسية نريد تهدئة في المنطقة، لكنها على أرض الواقع فتحت كل مخازن القنابل النوعية والثقيلة والمحرمة دوليا لتكون بتصرف الإسرائيلي. الانفجارات الكبيرة التي هزت الضاحية الجنوبية هي قنابل ليست موجودة إلا في المستودعات الأمريكية، وقيل لا أعرف لست خبيرا عسكريا، وقيل أن تلك الأنواع من القنابل حتى إسرائيل نفسها ما فيها تستخدمها دون إذن قيادة المنطقة الوسطى الأمريكية. نعم بس يعني السؤال أنه هذا الدعم الأمريكي المفتوح للكيان الإسرائيلي ما الذي يراد منه؟ يعني أمريكا هل تفترض الآن أنها أمام فرصة سانحة لتعديل توازنات وخرائط الشرق الأوسط كما كانت تحلم يعني منذ زمن؟ يعني نحن نعرف أنه بالأخير 2006 كان عنده مشروع شرق الأوسط الجديد ولكنه سقط بفعل صمود المقاومة. هل تشعر الآن بأنه الأمريكي يحاول تجديد يعني خلايا هذا المشروع عبر هذه الحرب الإسرائيلية؟ التسميات تختلف لكن المضمون واحد. يعني الشرق الأوسط الجديد هو شكل من أشكال يهودية الدولة، ما أصلا يهودية الدولة ما فيها تزبط، ما فيها تصبح أمر واقع دون مشروع الشرق الأوسط الجديد. وأنا بعمل أنا وياك جردة حساب لعدد من الشهداء القاضي الذين استشهدوا بقنابل إسرائيلية بغارات إسرائيلية سواء في الضاحية أو خارج الضاحية. شو القاسم المشترك بين معظمهم؟ تقريبا جميعهم موضوعين، أو على العقوبات الأمريكية أو على لائحة الوانتد ليست، يعني المطلوبين، وحتى الإدارة الأمريكية أثمان بالملايين لمن يدلي بمعلومات عليهم، من سماحة السيد لسيد محسن الحاج عبد القادر وانت وماشي واللائحة تطول. وعليه نعم إسرائيل اليوم تحقق المشروع الأمريكي ولكن بكفوف اسم نتنياهو. وهلأ بس تخلص هذه الحرب رح يتحمل كل المجازر نتنياهو، لكن الحصيدة لن تكون حصيدة إسرائيلية فحسب، لا، هي حصيدة أيضا أمريكية. ونعم الأمريكيون يريدون توقيع اتفاق مع إيران في العهد الجديد، لكنهم يريدون إيران أضعف، وكلما ضعفت دول المحور وكلما ضعف أصدقاء إيران
كلما كانت تلك التسوية بثمن أقل يدفعه الأمريكي. هذا هو المشروع الأساسي. الأمريكي يريد التسوية، لكن بعد أن يفكك نقاط القوة كما هو يعتقد. وهذه المهمة أعطاها للإسرائيلي، وبذات الوقت بخبرك أنه نتنياهو مش عم بيرد علينا. وعشية اغتيال سماحة السيد حسن نصر الله، يوم اللي طلع إعلان نيويورك أستاذ عماد، بلغ الأمريكي الجانب اللبناني أن نتنياهو وافق على هذا الإعلان، وسيصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى نيويورك ليعلن من هناك قبوله بنداء نيويورك. شو اللي صار؟ وصل لهونيك وسرب صورة عم بيحكي على الهاتف، عم يعطي الأمر لتنفيذ عملية اغتيال سماحة السيد حسن نصر الله. أنا ما بصدق أنه الإسرائيلي تضحك على الأمريكي. أنا برأيي نيناتهم عم بيشتغلوا بكل دول المنطقة. طيب هون كمان سؤال استطرادي استاذ سالم، يعني ما هي السماح الممنوحه لنتنياهو؟ الى متى يعني سيعطى فرصه لتنفيذ اهدافه واهداف الولايات المتحده من خلال الحرب التي يشنها على غزه وجنوب لبنان، يعني ما بنعرف لوين ممكن يوصل في المواجهه مع ايران؟ ألا يوجد سقف زمني لهذه الفرصة؟ متى يصبح وقف إطلاق النار يعني ممكنا بتقديرك؟ أولا، الحد الزمني الأدنى هو ما بعد الانتخابات الأمريكية، وبالذات إذا فازت كاملا هاريس، لأن فوز ترامب بيعني إدارة جديدة بتاخد لها شهرين لتتشكل. إذا الحد الأدنى، وأنا واضح ما عم بقول الحد الأقصى، الحد الأدنى، وفيها الإدارة الأمريكية الجديدة صراحة، هذا رأيي كمراقب، يعني أنا مش موجود لا بغرفة العمليات الأمريكية ولا بغرفة عمليات محور المقاومة ولا بعرف باثنين شو عم بيصير، لكن كمراقب سياسي إذا كان نتنياهو عم بحقق نقاط سوف يترك ليكمل هذا الطريق. أما إذا كانت الجنود الإسرائيليين عم بيرجعوا بتوابيت من الجبهة، راح يلاقي لحاله مخرج آمن هو الموقف الأمريكي، وبيقول الأمريكي في مجلس الأمن وقف إطلاق نار تحت البند السابع أو الفصل السابع أو اللي بدك إياه. وعليه نعم، المهلة الزمنية المعطاة لنتنياهو حد الأدنى الانتخابات الأمريكية، وحد الأقصى عند بدء عودة الجنود الإسرائيليين قتلى في توابيت، فحينه يأتي نتنياهو إلى الإدارة الأمريكية لا يقول لهم لأقولي مخرج لا أطلع، وبتظهر حال الإدارة الأمريكية على أنها انتصرت لحقوق الإنسان. وبحب أذكر حضرتك أنه أغلب المجازر التي حصلت في هذا الشرق الأوسط والعالم كانت عيدين الديمقراطيين، يعني واهم اللي بيعتقد أنه بين الديمقراطي والجمهوري في فرق كبير، لا ما في فرق كبير. بالرغم نعم بشفافية وعلى المنار، الإيراني عقد اتفاق نووي مع الإدارة الديمقراطية، وينتظر الولاية الجديدة ربما لتنفيذ هذا الاتفاق. لكن هذا رأيي الشخصي، مثل ما بيقولوا اسمعوا كبوا بالبحر، الأمريكي بدو الاتفاق مع إيران، لكنه يريد أن تأتي إيران صاغرة إلى هذا الاتفاق. إذن هل يستنتج من كلامك أستاذ سالم بأننا الآن في مرحلة الوقت الضائع، وبالتالي لا طائل يعني من أي جهد دبلوماسي يبذل حاليا لإنهاء هذا العدوان الإسرائيلي على لبنان؟ يعني الاتصالات اللي عم تعملها الحكومة، المحاولات التي يبذلها الرئيس بري، الخطوط المفتوحة مع الغرب، مع الأوساط الدولية، كل هيدي لن تؤتي ثمارها حتى إشعار آخر، في انتظار أن ييأس نتنياهو وحليفه الأمريكي من إمكان إنجاز يعني أهدافهم الاستراتيجية الكامنة خلف هذا العدوان؟ دولة الرئيس تبيه بري يخوض معركة دبلوماسية تكاد تكون الأشرس، وأنا رح أسمح لنفسي أقول شو قال لي امبارح. والرئيس بري كان شريك وحاضر في مواجهة حرب 78، 93، 96، 2000، 2006، وحاضر كل تلك المعارك و82، سواء في المواجهة في مرحلة أو في الدبلوماسية في مرحلة أخرى. عم بيقول الرئيس بري هذه أصعب حرب مرت علينا وعلى تاريخ لبنان منذ نشأة الصراع بين لبنان والعدو الإسرائيلي. أما في مخصص الاتصالات الدولية، فدولة الرئيس نبيه بري عم بيقول إنه كل اللي عم يتصلوا فيه
وراح جرب خبي جزء واترك الاسماء وتفاصيلها لاني مش مستأذن. عم بقول دولة الرئيس بري كل اللي عم يتصلوا فيه من مسؤولين عم بيقول لهم كلمتين مشكورين على المساعدات الانسانيه اللي عم تحكوا فيها، لكنني اريد حلا سياسيا على راسي وقف اطلاق النار. فياتي الجواب سنرسل طائره محمله بالمعلبات، سنرسل ما بعرف شو. اذا حتى هذه اللحظه وبصراحه لما حدا ينغش لا يوجد تواصل دولي جدي، والعالم يعتقد ان لبنان سينهار، نتنياهو يفوز فياتي الينا العالم باوامر الاخضاع. او سيناريو ثاني ينتظر العالم لياتي نتنياهو ويقول انا تعبت، بشرف المجتمع الدولي وبيقول لك اعطيني حل. نعم حتى هذه اللحظه لا يوجد اي اتصالات دبلوماسيه جديه حقيقيه لوقف اطلاق النار، باستثناء المحاولات الفرنسيه. وشفت نتنياهو كيف تعاطى مع الرئيس ماكرون، وشفت نتنياهو كيف صد الموقف الفرنسي وطلع عبر بالهواء بمؤتمر صحفي ووجه صفعه للفرنسيين. نعم نقلا عن دولة الرئيس الأخ نبيه بري، الخطوط الدبلوماسية تعمل لكنها من جانب واحد الجانب اللبناني، وباستثناء الفرنسيين لا يوجد حراك دبلوماسي. هل هذا يعني أستاذ سالم أنه عدنا إلى ما قاله سماحة الشيخ نعيم قاسم قبل أيام حين أكد بأنه هذه المعركة هي معركة عض أصابع، ونحن لن نصرخ أولا، حزب الله لن يصرخ أولا، هذا هو إطار المواجهة الآن صح؟ منذ بدء الصراع مع العدو الإسرائيلي كان يتفوق علينا بسلاح الجو، وكان لبنان يتفوق عليه بالمقاومة البرية، سواء في زمن المقاومة الوطنية أو في زمن المقاومة الإسلامية حزب الله. وعض الأصابع منذ نشأة الكيان ونحن في هذه الحالة، الإسرائيلي يضغط علينا بالمجازر مستخدما سلاح الجو لنصرخ أولا، والمقاومة تضغط عليه في العمليات البرية سواء عمليات المواجهة الكمائن الأفخاخ أو حتى الاستشاريين في مرحلة من المراحل ليصرخ هو أولا. ودائما في هذا الصراع كان المجتمع الدولي يحضر كصليب أحمر كإسعاف أولي عندما يصرخ الإسرائيلي، ويأتي الحال على هذه الشكلة. وبتتذكر حضرتك بال2006 والمشاهدين لما صارت مجزرة المركافة بدبابات العدو الإسرائيلي، شرف المجتمع الدولي وقالنا هذا القرار 1701. وعليه نعم كما قال سماحة الشيخ نعيم قاسم المسألة مسألة عض أصابع، ونعم كما قال السيد الشهيد رحمة الله عليه حسن نصر الله عندما قال العين على الميدان، من خارج هذا الميدان لا قيمة لأي حراك، لا قيمة لشيء. كل تلك الاتصالات هي اتصالات من أجل تهيئة الظروف لما بعد الميدان. نعم يعني إذا نحن في لبنان المطلوب منا الآن الصبر، الصمود، الثبات، التماسك، تحقيق الإنجازات في الميدان حتى ندفع العدو الإسرائيلي إلى أن يصرخ أولا. وحتى يصرخ أولا يجب أن ترتفع كلفة عدوانه على 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 لبنان، يعني يجب أن مثل ما قلت حضرتك يسقط في صفوف جنوده وضباطه عدد كبير من القتلى والجرحى، وربما يعني في الكيان يجب أن كمان ترتفع الفاتورة أكثر في داخل الكيان حتى يصبح هذا العدو جاهزا للتفاوض وخفض سقوفه التي ارتفعت كثيرا في الأونة الأخيرة. إلى أي درجة تشعر أستاذ سالم بأنه المقاومة في لبنان ستكون قادرة في الأيام المقبلة على إيلام العدو بشكل فعلي في الاتجاه الذي يمكن أن يدفعه إلى مراجعة خياراته؟ حجم الألم الذي يتعرض له الإسرائيلي في الميدان ليس بحاجة لكي تحضر قناة المنار لتعرف. بس سالم اسمح لي سالم بدي أقاطعك بس لأنه في خبر كتير مهم وأنت شخصيا رح يعني تكون مسرور فيه مثل كل المشاهدين. مصدر موثوق في حزب الله يؤكد نجاة وفيق صفا
من محاولة الاغتيال. إذن مصدر موثوق في حزب الله يؤكد بأنه مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا قد نجا من محاولة الاغتيال الإسرائيلية عبر الغارة التي نفذت على بيروت هذا المساء. تعليقك. أول شيء عمر الشائي باقي. نعم. حجوة في صفة يعني رغبان يمكن الإسرائيلي كان الإسرائيلي يراهن على نجاح هذه العملية حتى يعني يعيد هيك تنفيس المعنويات التي ارتفعت في الأيام الأخيرة في صفوف بيئة المقاومة. يبدو أنه محاولته فشلت إن شاء الله. الحجوة في صفة أكثر شيء بيتمناها الأيام هي الشهادة، لكن إن شاء الله بكير عليه. وبعتقد الإسرائيلي وقت اللي حط عنوان الحاج كان قاصد يبرر المجزرة ببيروت. نعم، الإسرائيلي ربما أراد من هذا العنوان الكبير لاسم من اسم معروف حتى مش بلبنان بس بالعالم العربي، نظرا لوظيفته في التفاوض بموضوع الأسرة بغير موضوع الأسرة، زيارته الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كان قاصد يحط هذا الاسم الكبير ليبرر هذه المجزرة. وبتعرف ما تأخذني بس مش عم يوقف التليفون، وبتعرف أنه الإسرائيلي بسلاحه الدقيق عندما يريد استهداف شخصية بيستهدفها، لكن أعتقد هذا العنوان وضع من أجل تبرير المجزرة. الحجوة في صفا مثله مثل كل إخوانه بحزب الله يرغب بهذه الشهادة، يسعى إليها. وأنا سبق وقلت امبارح على أحد القنوات المحلية، سمحت الشيخ نعيم قاسم وقت اللي بيطل بيكون استشهادي مش شهيد، خينا وحبيبنا الحاج محمد عفيف وقت اللي بيتجول مع الإعلام بالضاحية بيكون استشهادي مش شهيد. الحاج وفيق صفا منه سر بيتواصل مع الأجهزة الأمنية لأنه جزء من وظيفته، وهو بيعرف أنه كل تواصل بيعمله بيحطه مشروع شهيد. لكن هذا حزب الله وهذه مسيرة حزب الله، حزب يلي بيتم استشهاد أمينه العام عباس الموسوي ويتم استشهاد أمينه العام السيد حسن نصر الله، هذا حزب اختار طريقه ويعرف طريقه. لكن اللي حضرتك سألتني عنه شو مطلوب ينعمل بلبنان، مطلوب بصراحة يتأجل كل السجال السياسي والنقاش السياسي والنكد السياسي. ما حدا في يعمل نكد سياسي هلأ والعدو الإسرائيلي عم يستهدف عاصمتنا الحبيبة بيروت وعم يستهدف ضاحية بيروت التي نحب أيضا. ما حدا في يعمل نقاش سياسي والعدو الإسرائيلي عم يستهدف طواقم الإسعاف ويجرف أبراج الجيش اللبناني ويستشهد جنود بالأمس الجيش اللبناني ويستهدف قوات الطوارئ الدولية. ولكل يلي محضرين الدف ليرقصوا بالسياسة، نصيحة شخص معروف تعرفني أنت من سنين عامل تجربة، ما عندي حق شخصي سياسي أبدا، وتجاوزت هذه المسألة بمسافات بعيدة. مش وقت لا الدف ولا الرأس ولا النكد ولا في انتخابات نيابية ولا في انتخابات رئاسية وكل هذا الحكي ما له قيمة. نعم أنا أخشى أستاذ عماد أن يلجأ العدو الإسرائيلي بالتعويض عن فشله في الميدان بإثارة النعرات والفتن واللعب على الأوتار التناقضات السياسية في المجتمع اللبناني. ونعم يسجل حتى هذه اللحظة أن اللبنانيون تساموا عن هذا النكد السياسي، وأهلنا المهجرين النزحين موجودين ببشرة وبدير الأحمر وببيروت وبطرابلس وبعكار وبانطلياس وبكل المناطق. نعم أنا أخشى أن يكون هناك من يريد وتحديدا الإسرائيلي أن يعوض الفشل في الميدان بالقلاقل السياسية والفتن الشعبية المتحركة. ولهيك واجبنا كلنا يعني كلنا نكون عم نطفي النار. المقاومة هي بتعرف شغلة وهي أدرى بشغلة، وهي معودتنا ومعودة كل اللبنانية خصوم وأصدقاء أن قد المواجهة. نحن شغلتنا في اللعبة السياسية اللبنانية أن نؤجل كل نكدنا السياسي إلى مرحلة لاحقة، ورح كون مباشر
القوات اللبنانية حسنا فعلت منذ تفجير البيجر بأن عممت على كل نوابها ومسؤوليها بعدم التوجه بأي تصريح أو كلمة لحزب الله أو عن حزب الله، ثبت في مؤتمر صحفي، وبتمنى ما يكون هذا المؤتمر شرارة الانتقال إلى مرحلة جديدة فيها الكثير من السجالات والمحاكاة، لأنه هلأ مش وقت لا سجال ولا نقاش ولا نقار. بعد شوي رح نحكي عن موضوع تحصين الجبهة الداخلية أكثر أستاذ سالم، بس برجع بكرر الخبر العاجل الوارد الآن على شاشة المنار واللي كنا زعناه قبل شوي. مصدر قيادي في حزب الله: فشل محاولة اغتيال مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا. إذا مصدر قيادي في حزب الله يؤكد فشل محاولة اغتيال مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا. كنت سألتك أستاذ سالم قبل شوي عن استشرافك يعني للأيام المقبلة، وقد ايه المقاومة رح تكون قادرة على إيلام العدو أكثر فأكثر من أجل يعني كسر شوكته ودفعه إلى التواضع والقبول بوقف إطلاق النار. قد ايه المؤشرات الميدانية سواء كانت برية أم صاروخية توحي بأنه الأمور تذهب في هذا الاتجاه؟ أنا مش خبير عسكري، لكن بعلم الصورة عم شوف على الشاشة عند حضرتك مشاهد تصدي المقاومة الإسلامية لتوغلات البرية. هذه المشاهد بتكبر القلب، وبعرف إنه بكرة الساعة 11 بعتقد خينا الأستاذ محمد عفيف رح يكون عنده مؤتمر ورح يعرض فيه بجردة للواقع الميداني وما يحصل في الجنوب. الإعلام العبري بحد ذاته، وأنا متابع لهذا الإعلام العبري، لم يتحدث حتى هذه اللحظة عن أي انتصار قام به في البر، بل شك العلم بمارون الراس، طلعت اليونيفيل تقول أنه تخبى ورانا بظهرنا ليشك العلم، وردت المقاومة قالت نحن ما استهدفناهم لأنه كانوا مختبيين باليونيفيل التي حولوها إلى دروع بشرية. ونعم الإسرائيلي يحشد في البر، لكن دباباته ومدرعاته بعد بالخطوط الخلفية لأنه يخشى من هذا التوغل. مرق أستاذ عماد حوالي 10-11 نهار على بدء العملية البرية، ولهلأ الإسرائيلي مش عم يقدر يفوت ويثبت نقاط. ليش برأيك؟ لسبب بسيط، لأنه مش قادر بصراحة. الإسرائيلي اعتقد بعد تفجير البيجر أنه حزب الله رح يرفع العشرة، وبعد اغتيال القاضي تحديدا الرضوان ومن بعده سماحة السيد حسن نصر الله، اعتقد الإسرائيلي للحظة وتوهم للحظة أنه المقاومين رح يرموا أسلحتهم بالجنوب ويتركوا مراكزهم ويفلوا. لكن جاءت المفاجأة أن الإسرائيلي استطاع أن يقطع الرأس كما قال، لكنه لم يستطع أن ينتزع الروح، فروح سماحة السيد حسن نصر الله اليوم موجودة داخل كل مجاهد، داخل كل مقاتل، داخل كل حامل للسلاح في الجنوب. نعم الإسرائيلي ظن للحظة أن نجاحاته الاستخباراتية العسكرية وقدرته على تسجيل نقاط قاسية على المقاومة على رأس استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله وما لهذه الشخصية من مكان داخل تنظيم الحزب بل داخل المحور، واعتقد أن المجاهدين رح يرجعوا للوراء أو رح يكبوا سلاحهم ويفلوا. لكن المفاجأة أن المجاهدين حولوا هذا الأمر إلى نوع من الثأر، وهلأ هنو عم بيقاتلوا، كانوا بالعادي يقاتلوا دفاعا عن أرضهم، لا هلأ عم بيقاتلوا دفاعا عن أرضهم ثأرا لبين، لأنه السيد حسن هو بي لكل مجاهد. نعم الإسرائيلي اعتقد أنه بعمليات تفجير البيج واغتيال القاضي وعلى رأس سماحة السيد أن حزب الله سينهار وأن الجبهة ستتفكك وسيبدأ الفرار الجماعي، لكن المفاجأة أن هذه الجبهة أصبحت متينة أكثر مما قبل عمليات الاغتيال. ونعم الإسرائيلي عمل على اختراق الضاحية ونجح في هذا الاختراق، واعتقد انه بس تسقط الضاحيه كغرفه عمليات مركزيه لوحده الجبهه بتفرض، يتفاجأ فيما يحصل بالجبهه.
نعم أستاذ سالم، اليوم مساء وزع الإعلام الحربي مثل ما شفنا كلنا يعني فيديو مصور عن تفجير عبوة ناسفة بدورية للعدو الإسرائيلي أو بقوة راجلة للعدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة في القطاع الشرقي، وفي وقت سابق من هذا النهار كمان تم تدمير دبابة أصيبت بشكل مباشر خلال محاولتها التقدم عبر محور رأس الناقورة. أدي بذكروك هالوقائع بما سبق أن قاله ذات يوم الأمين العام لحزب الله سمحت السيد الشهيد حسن نصر الله لما قال سترون يعني الدبابات الإسرائيلية وهي تحترق بالبث المباشر مباشرة على الهواء. على قناة المنار عم بيعرضوا فلاشات طول الوقت لخطابات لسماحة السيد في عدوان تموز في حرب تموز. يعني إذا بنعمل شوية فوتوشوب بنحط اللحية بيضة بتفكر حالك بال 2024 وسماحة السيد حي يرزق يدير تلك المعارك. ونعم نحن في ديانتنا الإسلامية نؤمن أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، هذه المقولة تتجسد بالفعل الآن ونشعر جميعا على كل المستويات. وأنا مش عسكري وما خصني بالعسكر وما بفهم بالعسكر، لكن حتى على المستوى النفسي تشعر أن روح سماحة السيد بعدها حاضرة. وكنت قلت لك بالإطلالة السابقة أنني في حالة إنكار لهذا الموقف. نحن الآن خرجنا من هذا الإنكار، دخلنا بمرحلة التسليم، لكن وصلنا إلى قناعة أن خطابات السيد وروح السيد وفكر السيد ونهج السيد والدفع المعنوي للسيد لم ينتهي مع لحظة عودة الروح إلى باريها. نعم اليوم خطابات السيد تصلح بهذه المعركة، بل تصلح لكل فقرة في قلب هذه المعركة. ونعم في الإطلالة الأخيرة قال سماحة السيد الخبر هو ما ترون لا ما تسمعون، كما لو أنها رسالة بأن علينا أن ننظر إلى الميدان ونرى الأخبار ولن نسمع عنها بلسانه. وأعتقد أن كل الخطابات لسماحة السيد حسن نصر الله في 2006 جاهزة اليوم وتتكرر وستتكرر. وأكبر دليل على ذلك أن اليوم الإسرائيلي لما قرب بمدرعاته كانوا عم يستهدفوهن المقاومين وعم بيصبوهن وعم بيصوروهن بالصوت والصورة، فشو بالك لو تلك المدرعات دخلت إلى مساحات أوسع داخل لبنان. وأنا بقول لحضرتك وللمشاهدين ما تتفاجئوا إذا شفتوا المدرعات بالخيام أو بنت جبايل أو بمارون الراس أو العديسي، لا، لأن المقاومة بالمرحلة الأولى عم بتصد التوغل، لكن ربما في المرحلة الثانية بتعمل مثل 2006 تتركه يتوغل ويوقع بالكمائن والأفخاخ والألغام. إذن الكلمة الفصل ستكون للميدان وتحديدا وخصوصا للمواجهة البرية عندما يحاول العدو الإسرائيلي التوسع في العدوان البري، ستكون له المقاومة بالمرصاد وسيحصل هذا الالتحام الذي ينتظره حزب الله بشوق. عندها يمكن أن تتغير المعادلة ويصبح الكلام عن وقف إطلاق النار أكثر واقعية، صحيح هذا الاستنتاج؟ صحيح، والمؤشر هو عداد التوابيت. إذا لم يحمل الجنود الصهاينة بالتوابيت لن تقف هذه الحرب، وما حدا يراهن لا على مجلس الأمن ولا على الانتخابات الأمريكية ولا على كل الحراك السياسي والدبلوماسي منذ نشأة هذا الكيان. هذا كيان لا يفهم إلا لغة القوة. أستاذ سالم، أنت رجحت يعني بإحدى إطلالاتك أن تكون الحرب الحالية هي الأخيرة حتى 100 عام مقبلة، يعني إلى ماذا استندت في هذا الاستنتاج؟ حلو السؤال. استندت إلى الإحصاءات واستطلاعات الرأي التي تجري في إسرائيل يلي بتقول أكثر من ثلث سكان الكيان عندهم رغبة بالهجرة الدائمة مش بالهجرة المؤقتة، والثلث الثاني يرغب بهجرة مؤقتة إلى أن تنتهي هذه الحرب. وعليه الإسرائيلي الذي أسمى حربه بحرب القيامة هو يقول أنها الحرب الأخيرة لسبب بسيط،
لأنه بعد هذه الحرب راح تشوف هجرة معاكسة إسرائيلية بلشنا نشوفها أصلا. هذه الهجرة المعاكسة تلغي كل فكرة الكيان. فكرة إسرائيل عشو قايمة أستاذ عماد؟ فكرة إسرائيل هي فكرة نقيضة للبنان. فكرة الإسرائيلية قائمة على مستوطنين بيجوا من كل أصقاع الكرة الأرضية بيستوطنوا بإسرائيل وبيحملوا جوازين سفر. فكرة اللبنانية قائمة على لبنانيين بيغتربوا وبيسافروا، بس يصير معه جواز السفر الثاني بيحمل حاله وبيجي على لبنان وبيضل عقله وقلبه وصيفيته وكل حياته بلبنان. وعليه نعم، أنا أرجح أن تكون هذه الحرب الأخيرة لمئة عام، لأن الإسرائيلي يخوض هذه الحرب كما أسماها بنيامين نتنياهو بحرب القيامة، أي الحرب الأخيرة، لأن السكان أو المستوطنين لهذا الكيان الغاصب لن يتحملوا أي حرب مقبلة. وبذكر حضرتك والمشاهدين، أو بلفت نظر حضرتك والمشاهدين على أنه بإسرائيل اليوم في مكونين أساسيين: مكون اليميني الذي يؤمن بيهودية الدولة وعلى رأسه بنغفير ونتنياهو، والمكون الآخر الذي يرى بإسرائيل أرض الرفاهية. إذن الإسرائيليون اليوم منقسمين بين من يرى بإسرائيل أرض الميعاد ومن يرى بإسرائيل أرض الرفاهية. وحكما هذه الحرب ستنتهي، وعندما تنتهي سيفوز في أي انتخابات حزب الرفاهية، أو سيهاجر حزب الرفاهية من هذه الأرض وبيتقلص عدد إسرائيل حوالي النص. وعليه لذلك نعتقد أنها تكون قد تكون الحرب الأخيرة. وحتى بالأرقام، وقت اللي بتعرف أنه الإسرائيلي قديش عنده قذائف وصواريخ وكذا، بالرغم أنه الأمريكي فاتح مستودعاته، الطريقة اللي عم بيرمي فيها، الطريقة اللي عم بيستعمل فيها القذائف النوعية الدقيقة، تدل على أن الإسرائيلي يخوض على أنها المواجهة الأخيرة. طب أنت تقول بأنه هذه حرب وجودية بالنسبة للعدو الإسرائيلي وهو هيك عم بيقدمها، في المقابل كيف يمكن تعريف هوية أو مفهوم هذه الحرب بالنسبة إلى المقاومة؟ أي حرب تخوض الآن؟ هل هي حرب كمان وجودية مصيرية أم ماذا؟ جميل السؤال. وأنا قلت لك أثناء الحلقة ما كان يردده الحزب القومي على أن هذه الحرب هي حرب وجود وليست حرب حدود. منذ نشأة العدو الإسرائيلي ومنذ الصرخة الأولى التي أطلقها أنطونس عادي زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي فتح باب الصراع مع العدو الإسرائيلي، ومن بعدها صارت الرأي تحمل رأي، وكانت هذه الحرب حرب وجودية. خطابات السيد الإمام المغيب موسى الصدر كانت خطابات تنظر إلى إسرائيل كغدة سرطانية يجب استئصالها. خطابات السيد الشهيد حسن نصر الله تنظر لإسرائيل على أنها عدو وجودي وأن الصراع ليس صراعا سياسيا. نحن في الجبهتين أستاذ عماد، في بلادنا في الشرق كل المفكرين القوميين يرون بإسرائيل عدو وجودي، وفي إسرائيل المفكرين القوميين يرون بنا وبسوريا وبمصر وبالعراق وبالأردن أعداء وجوديين. وكل مواجهة كانت تخوض المقاومة كانت تخوض على أنها المواجهة الأخيرة. وبتذكر بعيتا بال2006 لما قال سماح السيد طلبنا من المجاهدين يطلعوا من مواقع سائطة عسكرية، ومع هيك بقيوا يقاتلوا الاستشهاديون. هذه الظاهرة تقريبا الحصرية ببلادنا. هل هؤلاء يتصرفون في الحرب على أنها حرب بجولات، أم يتصرفون على الحرب على أنها حرب وجودية؟ والدليل عم بيقدموا نفسهم لأي أغلى شيء بيمتلكوه. نعم، المقاومة دائما كانت تنظر إلى هذه الحرب على أنها حرب وجودية، وبكرة بس تخلص هذه الحرب حزب الله رح يقيم، الإسرائيلي رح يقيم، ورح يطلع الجميع بخلاصات. وربما واحدة من الأسباب بعض اللي صار فينا أننا اعتقدنا للحظة أن الحراك الدبلوماسي سوف ينتج شيء ما، وتبين هذا الأمر غير صحيح. الدبلوماسية الدولية هي صليب أحمر، هي هلال أحمر، مع احترامنا للصليب الأحمر والهلال الأحمر، لكن عم نستعمل تشبيه هيك، هي سيارة إسعاف توصل لما الإسرائيلي يبلش يخسر بالمعركة، غير هيك بيتفرج المجتمع الدولي علينا.
نعم. بالانتقال إلى الانعكاسات أو المفاعيل الداخلية المحتملة للعدوان الإسرائيلي، هل تشعر أستاذ سالم بأن هناك استعجال مريب من قبل البعض لانتخاب رئيس للجمهورية الآن بمواصفات معينة وبمعايير يعني مرحلة العدوان، أم لا؟ يعني هذا الاستعجال يعني مبرر وليس مريبا، وهو ضروري من أجل لملمة المؤسسات وتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة تحديات الحرب ومرحلة ما بعد الحرب. حزب الله عبر بشكل واضح على أنه يفوض دولة الرئيس بري في الملف الرئاسي إلى جانب موقف موضوع إطلاق النار. والرئيس بري طلع ضمن النداء الثلاثي إلى جانبه رئيس مئاتي والأستاذ وليد جنبلاط، تحدث عن إلغاء طاولة الحوار اللي كان طرحها وعن الذهاب نحو رئيس توافق. لكن بصراحة أستاذ عماد، أنا برأيي لن نرى رئيسا للجمهورية قبل وقف إطلاق النار. وأصلا مين في يضمن حياة نواب حزب الله أنه يقدر يوصلوا على الجلسة ويقترحوا؟ نعم، ب 22 الشهر يوم الثلاثاء راح يدعي الرئيس بري لجلسة من أجل انتخاب رؤساء اللجان، ونعم راح تشوف على الشاشات عدد من النواب المحترمين عم بيقولوا بدنا رئيس جمهورية وهلأ، وراح يقول لهم دولة الرئيس بري شرفه وأمنه اتفاق على 86 لأنه النصاب 86 وأنا حاضر هلأ أدعي لجلسة. لكن في الحسابات السياسية 86 مش حاضرة ولا حتى 65. أعتقد أن استحقاق رئاسة الجمهورية إما يكون تزامنا مع وقف إطلاق النار والتسوية السياسية الكبرى، وإما يكون ما بعد وقف إطلاق النار ليواكب هذه التسوية. يعني لكون واضح، إذا بكرة افترضنا خلصت الانتخابات الأمريكية ونتنياهو أكل قتلي بالبر وإن شاء الله بيأكل قتلي، وإجا الأمريكي يقول بدي أعمل أنا اتفاق باكج ديل كبير ببلش بإيران وما بيخلص بلبنان، بإيران النووي وما بيخلص بلبنان، ساعتها بيقعدوا بيتفقوا على رئيس الجمهورية وعلى الحكومة وعلى إعادة الإعمار وعلى ترتيب الواقع بالجنوب وعلى انتشار يونيفيل وغير اليونيفيل، تجي ساعتها هيدي السلة اللي كان دايما يحكي عنها الرئيس بري. أو بصير وقف إطلاق النار وبيدعي الرئيس بري تاني يوم لجلسة لانتخاب رئيس. لكن اليوم في الحسابات الرياضية لا إمكانية لأي طرف على تأمين 86 النصاب و65 بقلب 86. وأنا بقول لك أكثر من هيك، دكتور سمير جعجع وقت التقى بكتلة الاعتدال وفيك تسأل الطرفين وأنت بتتواصل مع الطرفين، قال لهم أنه أنا مش مصدق أنه هلأ في استحقاق رئاسة الجمهورية. وعليه نعم، حتى اللي عم بيقول بده رئيس جمهورية بيعرف كتير منيح أن الآن ليس أوان رئاسة الجمهورية. وأعتقد كما قلت، إما مع وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي يأتي رئيس الجمهورية، أو بعد وقف إطلاق النار يأتي رئيس الجمهورية ضمن حال سياسي كبير. وبلبنان مش مهم رئيس الجمهورية لوحده، لأنه نظامنا منه نظام رئاسي. بلبنان الأهم الاتفاق على الحكومة وشكل الحكومة وبيان الوزارة. وما تنسى شخصية مش عم ينحكى عنها أبدا، هي رئيس الوزراء. وأنا برأيي هون النقاش الجدي اللي راح يكون اليوم. رئيس الوزراء عنده الهيئات وعنده هيئة الأولى الإغاثة وعنده الاسناديق وغير الاسناديق، هو الشخصية الأساس في النظام بعد الطائف. بدك تحكي برئيس الجمهورية وبدك تحكي برئيس الحكومة وبدك تحكي بتركيبة الحكومة، وإلا إذا بكرة انتخبت رئيس جمهورية وقعد ببعبدة وقصف شغال الحرب شغالة ومش قادر يشكل حكومة، شو منكون عملنا؟ منكون بالعكس من أول عهده عم نفشل. نعم. بس قبل المتابعة بدي ألفت كمان أستاذ سالم، وكمان بدي ألفت انتباه مشاهدين الكرام لأنه وفق معلومات المنار فأنه مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج رفيق صفا لم يكن أصلا موجودا في أماكن الاستهداف التي قصفها العدو الإسرائيلي في غاراته أو في الغارتين الوحشيتين اللتين نفذهما هذا المساء. إذن الحاج وفيق لم يكن أصلا موجودا في أماكن الاستهداف. لك أنا ما بعرف، بس شو قلت لك، قلت لك
استاذ عماد، انا ما بعرف لا الحاج وفيق وين ولا كل مسؤولين حزب الله، لا انا ولا غيري يعني من الصحفيين، بس سلف شو قلت لك بالحلقه؟ قلت لك الاسرائيلي عامل ذريعه ليعمل مزرعه بالمدنيين ويسمي فلان كان موجود، لا فلان كان موجود. صح صح، مقصود يعني ترويع المدنيين في اطار محاوله يعني ايلام البيئه الحاضنه للمقاومه او تقليبها على المقاومه. لا المقصود، تسمح لي احكي بصراحه، المقصود استهداف الاحياء الشيعيه او الاحياء ذات الغالبيه الشيعيه في بيروت وجبل لبنان. بالوردنيه ما كان في مسؤول بحزب الله، استهدفوا اوتيل في مهجرين. بالقمطيه ذات الشيء. بالمعايصره الشهداء كله نساء واطفال. لا عم بيقول الاسرائيلي بطريق خبيثه انه مشكله اليوم مع الشيعه واماكن تواجد الشيعي. ونعم الاسرائيلي بهذا الخبث الكبير يريد ان يقول او يريد ان يوسع بكار النزوح. ونحن سبق وحكينا بحلقات عن مراكز ايواء محضره، لكن زاد الاسرائيلي على النازحين من جنوب ومن الضاحيه لبقاع لاول مره، لبقاع ب 82 متهجر، بال 2006 متهجر زاد البقاع، وزاد لك فوق البقاع والجنوب السوريين، اهلنا السوريين موجودين بلبنان، وهلا عم بزيد لك بعض الاحياء ذات الغالبيه الشيعيه سواء في العاصمه او في جبل لبنان، وهذا خبث اسرائيلي. نعم. استاذ سالم، بس لنختم موضوع الانعكاسات الداخليه للعدوان، ونشكرك من بعدها، يعني اخذناك اليوم هيك على حين غره، هل تلمس بان هناك حنين لدى البعض في لبنان لاعاده انتاج معادله 1982 وانتخاب رئيس للجمهوريه يعني على قاعده انه موازين القوى الداخليه تغيرت وانه هناك مرحله جديده تتطلب رئيس بمواصفات غير تلك التي كان يتداول بها قبل العدوان الاسرائيلي؟ هذا الحنين دائما موجود، لكنه موجود عند قله وهي غير قادره على تنفيذ تلك الاوهام ولن اقول الاحلام. لكن انا كنت عم اقول بمستهل الحلقه مش وقت النكد السياسي ولست جالس سياسي، لهيك مش رح غمق أكثر، لكن بأكد لك أستاذ عماد، اليوم بيربح المشروع الإسرائيلي المتضررين كل اللبنانيين من كل الطوائف، وكتار يلي بيعتقدوا أو يلي بيراهنوا على الانتصار الإسرائيلي رح يكونوا أول ضحايا هذا الانتصار. وهلأ الإسرائيلي بيتمنى اليوم قبل بكرة يصير في اشتباك لبناني محلي يكون أكيد بيوقف الحرب، بيبعث سلاح وبيتفرج علينا. لن نذهب إلى الاقتتال الداخلي مهما كلف الأمر. نحن ما عندنا سلاح أو أنا ما عندي سلاح، أنا عندي صوتي، وهذا الصوت لن يكون يوما في خدمة الاقتتال الداخلي، فكل اقتتال داخلي هو خدمة للعدو الإسرائيلي. وكل واهم بأن الزمن سيعود إلى العام 1982 ووصول الدبابات الإسرائيلية إلى بيروت هو واهم واهم واهم. السيد نصر الله استشهد، لكن روح السيد وأبناء السيد أحياء يرزقون يقاتلون عند تلك الجبهات. شكرا لك أستاذ سالم زهران على هذه المشاركة اللي مثل العادة غنية، يعطيك ألف عافية.